باسم قيادة شرطة محافظة نينوى وباسمي شخصيا مرحب أجمل ترحيب بالسيد القاضي الأستاذ الفاضل بشار رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية والأستاذ القاضي رائد مصلح رئيس محكمة تحقيق الإرهاب والسادة القضاة المحترمون والأخوة الضباط الأعزاء مدراء الأقسام في قيادة شرطة محافظة نينوى. بالتأكيد قيادة شرطة محافظة نينوى ترحب كل ترحيب بكل جهد يقدم لها سواء من المؤسسة القضائية أو بقية المؤسسات الأخرى. الغاية منا هي لتعزيز الإيجابيات وكذلك معالجة بعض الجوانب التي تحتاج إلى معالجات. مرة أخرى أرحب بكم ورمضان كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.